ايماجينا بوكس، هو ده اللي احنا بادئين بيه اللي هو الكتاب دوت. المنتج لسه اول منتج لينا، هو عباره عن كتاب ومعاه موبايل ابلكيشن. الفكره كلها ان هو بيستخدم التكنولوجيا الجديده اللي هي الواقع المعزز او الاي ار، او اللي هي بالانجلش اسمها اوجمنتد رياليتي. الفكره كلها ان احنا الكتب دايما الاطفال بتبقى بتحب ان هي تشوف تلعب او حاجه زي كده، فاحنا حابين جدا ان احنا يعني نخلي المواد العلميه دايما تبقى تتحول ل 3 دي، بحيث ان ده بيشد الاطفال شويه ان هي تبقى حابه الماده العلميه اكتر شويه. طيب بتعتمد الخاصيه دي على ايه الابلكيشن؟ الابلكيشن هي بتعتمد على ما هي الواقع المعزز، هو ان هو بيبقى فيه زي صوره مثلا، زي مثلا هنا في الكتاب جسم الانسان، احنا اول كتاب دوت هو عباره عن جسم الانسان، فهو مثلا دي صوره المخ، ان الكتاب هيبقى يعني يقدر يستخدمه، ممكن الطالب او الولد يقدر يتفرج عليه ككتاب عادي يقدر يقراه، وفي نفس الوقت بقى موبايل ابلكيشن او حتى على تابلت ممكن الكلام ده يستخدمه مع الاثنين مع بعض، فطبعا يقدر يشوف الحاجات دي. الحاجة الجميلة بقى اللي احنا عاملينها ان الكتاب فيه كرتون كاركترز احنا برضو اللي عاملينهم، وده بيفرق جدا لان الطالب لما بيشوف حاجة كده اللي هو يعني ايه ده فيه كاركتر صغنطت ومش عارف ايه وصوت انيميشن وكلام، ده بيفرق جدا معاه. فالكتاب مش مجرد بس هو بيطلع الحاجات ديت 3D، لا ده كمان بيدي زي فويس اوفر او بيبتدي يدي معلومات بالنسبة للطفل، ان هو لا ده مثلا المخ بيبقى فيه 1 2 3، القلب بيبقى فيه كذا، فاحنا بنديليفر المعلومات فيجوالي وكمان بالفويس اوفر. تكنولوجيا جديده ممكن تبقى تكلفتها يعني هتبقى ممكن بالنسبه مش يعني مش في متناول كل الناس، بس هتبقى برضو بالنسبه لمعظم الناس في متناولها. هو طبعا احنا لما اطلقنا المشروع بتاعنا كان تقريبا الكتاب الواحد $21. طبعا بقى بعد ما خلصنا الكامبين، لان دي الناس بتبقى عايزه تدعم المشروع، بعد كده ممكن السعر بتاعه يتغير، لسه ده هنحدده بعد ما نخلص الكتاب خالص ويبقى طبعا بكميات كبيره، لان ده كده هيفرق يعني 8 ل 12، عشان ده بيبقى سن بدايه الاطفال ان هي تبتدي تقرا مع البيرنتس بتاعهم او مع الاهل بتاعتها. فهو الكتاب ما فيهوش اصلا تفاصيل كتيره، هو يعني فيري انفورماتيف جدا، بسيط جدا، مبسط، بيحاول يبسط المعلومات بحيث ان الموضوع ما يبقاش باراجرافس كده يلا اقرا. فهو الفكره كلها ان احنا بنستغل حاجه زي كده، ان الطفل ممكن يعني في بدايه السن الثمانية دوت بيبتدي يقرا مع مامته او باباه، فيبتدي بقى من هنا ويبتدي يشوف الكلام ده، فطبعا لما يشوف الكلام ده من البدايه المفروض بعد كده من بعد سن 12 بيبتدي يعرف يقرا لوحده. عرضت الفكره على حد من الحكومه او وزاره تربيه والتعليم او البحث العلمي؟ والله احنا يعني يا دوبك لسه مطلقين المشروع ولسه يعني بنقول لي هادي، فاحنا كنا بس بنحاول نشوف رد فعل الـ الناس هتبقى حابه اصلا الفكره ولا لا، وبعد كده ممكن نبتدي نمشي في حاجه زي كده يعني. كله معمول في مصر، الطباعه حتى يعني الناس لما كانت بتشوف الكتاب الصراحه كانت بتبقى فاكره ان ده كتاب مش مصري. يعني حتى الطباعه احنا عاملين الكتاب طباعته نظيفه جدا، هارد كفر، الماتيريال من جوه والالوان مهمه جدا كانت بالنسبه لنا، عشان بيفرق جدا مع الاطفال الصغيره الالوان الحلوه. حاجه كمان، الكتاب طبعا لازم عشان هيستخدمه مع موبايل ابلكيشن، فكان في مشكله في الطباعه طبعا او يعني تحديات ان الكتاب لازم يبقى فلات او يفتح فلات عشان انا اعرف افتحه كده قدامي وابتدي استعرف استخدم معاه مثلا موبايل ابلكيشن. ايوه، فالحمد لله عرفنا ننفذ حاجه زي كده في الكتاب، والكتاب هو زي ما انت شايفه كده يعني الصفحه بتبقى مفروده يعني علوم بس ان كله احنا طبعا دلوقتي ده اول كتاب، احنا المفروض بعد كده ان شاء الله يعني لما ننتج طبعا دوت ونخلص بقى، لان ده هياخد مننا وقت شويه ان احنا ننتجه، ان احنا بقى نطبعه ونخلص الديزاينز والموبايل ابلكيشن نخلصه وننزله فعلا على البلاي ستور والاب ستور، المفروض بقى نشوف لو لقى بقى قبول اكبر من كده طبعا ان شاء الله هنكمل، لان يعني دي المفروض هتبقى سلسله كتب ان شاء الله ان شاء الله يعني، فده اول كتاب ان شاء الله.